يعني كان في ناس كتيره تبقى معايا بشوفها في الملعب انا ما اعرفهمش بس كويسين وبيمشوا مش عارفين يبينوا يعني. يعني انت كنت قبل كابتن عماشه كنت بتحاول انك تدخل النادي الاهلي بس طبعًا يعني ما توفقتش. طبعا هو النادي الاهلي نادي النادي النيل يعتبر اسمه الاهلي بيه زمان. ايوه صح. كان في توأمة كده ما بين النادي الاهلي يعني في سن كان اللي هو بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ السن ده اتلغى الفرقه كلها ودوها نادي النيل عشان ما تروحش انديه ثانيه وهم السن السنه الجايه بتاعهم رجع راحوا رجعينهم ثاني. ايوه هو النادي بيتعامل معاهم كده. فكابتن عماشه قال لي كابتن خالد جدال قال له اللعيب اللي انا قلت لك عليه ده رايح مزارع دينا. قال له خلاص احنا ممكن نشوفه في الملعب. رحت اول تمرين اتمرنت مع كابتن خالد وكابتن ضياء السيد قال لي هات الورق بتاعك من اول تمرين. اول تمرين على طول لان نزلت الملعب يعني نزلت تقسيمات تقسيمه كبيره ووقفت في مكاني عادي ولعبت وقعدت. هو قال لي انت يعني انت هتخش معانا بسرعه يعني انت كويس. ساعتها لعبت ليبرو. لعبت اول ما لعبت ليبرو هو بعدها يعني كذا تمرينه كده. لا فانا بتكلم على اول تمرين اول لعبت ما ليبرو. كنت لعبت ليبرو لعبت اللي ليبرو. هو المركز اللي كابتن لعبت عماشه هو اللي وظفك فيه. كنت كويس فيه بس هو طبعا في واحد كان موجود في المركز ده استحاله حد يلعب عليه في مصر هاني سعيد. هاني سعيد فاستحاله استحاله يعني. هاني طبعا كان في المركز ده كان اشهر واحد في مصر يعني. طبعا فقال لي لا كابتن خالد قال لي لا انا محتاجك في مركز المساك كان عندي نقص في المركز ده. فاول ماتش كان عندنا مركز شباب امبابه ثاني ماتش المقاولين لعبت اساسي كان ماتش صعب جدا وعملت ماتش كويس جدا. كمساك يعني انا كنت عندي طموح ان انا العب في النادي الاهلي فدي فرقت معايا ان انا الغل اللي كان جوايا ان انا عايز العب في النادي اطلعه في الملعب خلاني ان انا لا يعني لازم اسبق خلاص دي فرصه مش ممكن ما تجيليش تاني صحيح ففرقت معايا جدا يعني.